ترسانة قانونية مهمة وضعتها الجزائر لحماية الطفولة. تشديد العقوبات لم يأتي من فراغ، بل من تزايد الجرائم ضد البراءة. الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تتلقى كما هائلا من الاتصالات، كلها تتعلق بالأطفال، اتصالات تنوعت بين الاستفسارات والإخطارات. تكلمنا عن الترسانة القانونية وقلنا أن القانون يسلط عقوبات صارمة وعقوبات رضعية على كل من يقترب جرائم ضد الأطفال، لكن اليوم ربما نتكلم على موضوع ثاني هو الوقاية، هو الإنذار المسبق. تلقينا أكثر من 700,000 مكالمة هاتفية، هذه مكالمات يعني ما هيش إخطارات، مكالمات تتضمن انشغالات المواطنين في مجال الطفولة. بالنسبة للإخطارات يعني لما يكون هناك مساس بحقوق الطفل، هنا تلقينا أكثر من 1728 إخطار يمس الذكور ويمس الإناث، هنا في مساس بحقوق الطفل، يعني في استغلال، في ربما عنف، في عدم التحكم في تصرفات الأطفال. مشروع تعديل الدستور يأتي بآليات جديدة لحماية الطفولة والتبليغ، آليات سيجسدها المجتمع المدني للوقاية من الجرائم المرتكبة. من خلال هذا الدستور طبعا جاءت آليات جديدة دسترة لدور المجتمع المدني في جميع المجالات، يعني في مكافحة الفساد، في الشراكة مع مؤسسات الدولة، وبالتأكيد في مجال الطفولة، في كيفية حماية الطفولة، في التبليغ، في الوقاية وغيرها من المجالات، بالإضافة طبعا إلى المواد الدستورية التي تتكلم مباشرة عن الطفل وحماية الطفل واحترام يعني المصلحة، العمل من أجل المصلحة العليا للطفل. ولأن الجزائر صادقت على مختلف الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الطفولة، ها هي اليونيسف تؤكد دعمها للجزائر في مسعى حماية وترقية هذه الشريحة من المجتمع. أؤكد باسم اليونيسف دعمنا للحكومة الجزائرية لمواصلة التزاماتنا المشتركة تجاه الأطفال وتسليط الضوء على قضية الأطفال وجعلها على رأس الأولويات الوطنية. جهود الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والدور الوقائي للمجتمع المدني سيتعززان بترسانة قانونية من شأنها ردع كل من يعتدي على البراءة.